أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الاستماع لقصص ما حصل بين الصحابة؟ لا تستمع إليه، لأنه ربما أنه يدخل في نفسك، أو فلا تستمع إلى هذه الأشرطة أو تقرأ في هذه الكتب، انبذها وابتعد عنها، إلا من كان عنده علم راسخ ويريد الرد عليها فهو يطالعها للضرورة أو يستمعها للضرورة من أجل أن يرد عليها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.